من أخطر جواسيس إسرائيل في الدول العربية، إيلي كوهين، إلياهو بن شاؤول كوهين، يهودي من أصل سوري حلبي، اتولد في اسكندرية 26 ديسمبر سنة 24، اللي هاجر ليها والده بعد هروبه من الاستعمار الفرنسي لسوريا، وكان ذكي جدا في دراسته، وده اللي خلاه التحق بكلية الهندسة جامعة فاروق، وتخرج منها سنة 42. وفي سنة 1944 انضم إيلي كوهين لمنظمة الشباب اليهود الصهيوني في اسكندرية. كان متعصب ومتحمس جدا للسياسة الصهيونية على البلاد العربية، وبعد حرب 48 كان بيدعو مع غيره من أعضاء المنظمة لهجرة اليهود المصريين إلى فلسطين. وفي سنة 49 هاجر أبوه وأمه وثلاثة من إخواته لإسرائيل، لكن هو فضل قاعد في اسكندرية. وقبل ما يهاجر لإسرائيل واشتغل تحت قيادة إبراهام دار، وده واحد من أشهر الجواسيس الإسرائيليين اللي وصل لمصر، وكان دوره التجسس ومساعدة اليهود على الهجرة وتجنيد العملاء، واللي دخل مصر بجواز سفر إنجليزي باسم جون دارلينج، وشكل شبكة للمخابرات الإسرائيلية في مصر نفذت سلسلة من التفجيرات ببعض المنشآت الأمريكية والإنجليزية في القاهرة واسكندرية، بهدف إفساد العلاقة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية من ناحية، ومن ناحية تانية إفساد العلاقة ما بين مصر وإنجلترا، واللي في سنة 54 وقعت مصر معاها اتفاقية الجلاء، وده اللي خلى إسرائيل تحس بخطر، وخصوصا إن المصريين هيستغلوا المطارات والقواعد العسكرية الإنجليزية وأماكن المعسكرات الخاصة بالإنجليز، وكل ده هيبقى ملك للجيش المصري اللي إسرائيل بتحس بخطورته وبقوته كل يوم. وبعد كده تم إلقاء القبض على أفراد الشبكة في فضيحة كبرى، واللي اتسمت وقتها بفضيحة لافون، نسبة لبنحاس لافون رئيس وزراء إسرائيل في الوقت ده، واللي اتهم بالتحريض على تنفيذ التفجيرات. وبعد انتهاء عمليات التحقيق كان إيلي كوهين اتمكن من إقناع المحققين ببراءته، وخرج من مصر عام 55 وهاجر لإسرائيل، وانضم هناك للوحدة رقم 131 بجهاز أمان التابع لمخابرات جيش الدفاع الإسرائيلي، وحاولوا يرجعوه لمصر تاني، لكن المرة دي كان تحت عيون المخابرات المصرية، واللي ما كانتش ناسية ماضيه فاعتقلته مع بدء العدوان الثلاثي ضد مصر في أكتوبر 56، واتسجن 3 شهور، لكن برضو أفرجوا عنه علشان ما يدروش يمسكوا عليه أي حاجة. بعد الإفراج عنه هاجر لإسرائيل سنة 57 واشتغل محاسب في بعض الشركات، واتقطعت صلته مع أمان لفترة من الوقت، لكن بعدها اضطرد من شغله واشتغل فترة كمترجم في وزارة الدفاع الإسرائيلية، ولما ضاق به الحال استقال وتزوج من يهودية من أصل عراقي عام 59، وده الوقت اللي كانت الوحدة فيه ما بين مصر وسوريا مجننة إسرائيل، وعلشان كده المخابرات الإسرائيلية فكرت في إيلي كوهين تاني من جديد، وتأكدت إنه هيكون مشروع جاسوس جيد، بس المرة دي مش في مصر، وقرروا إن أنسب مجال لنشاطه التجسسي هو زرعه في سوريا، وهنا استدعوه للعمل معاهم من جديد، وبدأوا بإعداده بدقة علشان يقوم بدوره الجديد، وما كانش فيه صعوبة في تدريبه على التكلم باللهجة السورية، لأنه كان بيجيد العربية بحكم نشأته في اسكندرية. ورتبت له المخابرات الإسرائيلية قصة ملفقة يظهر فيها على إنه شاب مسلم سوري اسمه كامل أمين ثابت. طيب مين هو كامل أمين ثابت؟ هو شاب وحيد لأب من أصل سوري، وأبوه أمين ثابت كان له أخ اسمه ياسين، هاجروا من زمان من سوريا وراحوا على الأرجنتين، وعملوا مصنع كبير للمنسوجات بالأرجنتين. أبوه أمين ثابت مات سنة 52، وعمه ياسين تفرغ للمصنع وما تجوزش، وسنة 60 مات عمه ياسين، وكمان الموساد كان متأكد ان كامل امين ثابت اللي هو الابن اللي اختاره اسمه مش هيظهر تاني، لانه مات سنة 56 في مصر. يعني القصة متظبطة كويس وتمام التمام، وكان كامل هو الوريث الوحيد لعمه، واللي الموساد جهز له جواز سفر ارجنتيني لان ابوه وعمه كان معاهم الجنسية الارجنتينية. وفي 3 فبراير سنة 61 سافر إيلي كوهين أو كامل أمين ثابت على الأرجنتين علشان يستلم ميراث عمه، لكن طبعا قبل ما يسافر تم تدريبه على كيفية استخدام أجهزة الإرسال والاستقبال اللاسلكي موريس والكتابة بالحبر السري، وعرفوه كل أخبار سوريا،
وحفظوه أسماء رجالها السياسيين والبارزين في عالم الاقتصاد والتجارة، وعلموه وحفظوه الآيات القرآنية وتعليم الدين الإسلامي. وفي الأرجنتين استقبلوا عميل إسرائيلي ونصحوا أن يتعلم اللغة الأسبانية علشان ينجح في مهمته في الأرجنتين، ومساعدة بعض العملاء قدر أنه في خلال سنة يبني وجوده في العاصمة الأرجنتينية. كرجل أعمال سوري ناجح واكتسب وضع متميز وسط الجالية العربية في الأرجنتين باعتباره رجل قومي سوري شديد الحماس لوطنه، وأصبح شخصية مرموقة في كل ندوات العرب واحتفالاتهم، وده سهل له إقامة صداقات وطيدة مع الدبلوماسيين السوريين. وكان دائم الزيارات والجلوس في النادي العربي في بوينس إيرس علشان يتعرف على بعض السوريين. ومن الشخصيات اللي اتعرف عليها عبد اللطيف الخشن، وده كان رئيس تحرير جريدة العالم العربي اللي بتصدر باللغة العربية، واللي قدر من خلال معرفته بيه انه يتعرف على رجال اعمال سوريين وحضور حفلات كانت بتقيمها الجالية العربية والبعثات الدبلوماسية. بناء على توجيهات المساب اخبر كوهين عبد اللطيف الخشن في شهر مارس سنة 62 عن نيته القيام بجولة في بعض الدول العربية وبالخصوص لسوريا بما انه رجل اعمال سوري علشان يدعم اولاد بلده في حربهم ضد اسرائيل. وطبعا ولانه كان عامل ارضية في الارجنتين زي ما قلنا بتعرفه على شخصيات دبلوماسية سورية، سافر لسوريا وهو متوصي عليه من الشخصيات دي، وعن طريق التوصيات دي ابتدى يعمل علاقات قوية ليه في حزب البعث، وعن طريق الحزب بقى ليه علاقات قوية كمان بقادة الجيش. وبكده بقت سوريا بتتنقل كل اخبارها عن طريقه الاسرائيل، وكان بيزور المعسكرات وبيعرف كل اخبار التسليح في سوريا وصفقات الطيران والدبابات اللي بتتم مع الاتحاد السوفيتي، لدرجة انه كان بيزور هضبة الجولان مع قادة الجيش، وكانت اسرائيل يسلمها ساعة متطورة عن طريقها يقدر يصور معسكرات الجيش السوري في الجولان. وقدر كمان عن طريق علاقاته انه يبقى مسؤول عن حزب قيادي في حزب البعث، وكمان كان مرشح انه يبقى رئيس حزب البعث او انه يبقى رئيس الوزراء. في الوقت ده بدأت القيادة السورية تشك ان في عميل لإسرائيل مزروع في وسطهم، لانهم كانوا بيسمعوا كل اخبار سوريا في اذاعة اسرائيل الناطقة باللغة العربية. اما تفاصيل القبض عليه كان ليها روايتين. الرواية الاولى ان كوهين كان ساكن في سوريا في حي السفارات، وكان بجانب السكن بتاعه السفارة الهندية، وفي الوقت ده كانت السفارات بترسل اشارات موريس، والسفارة الهندية اشتكت لانها مش عارفة لا ترسل ولا تستقبل اشارات لان في تشويش عليها. هنا الاجهزة الامنية في سوريا ابتدت تحقق في الشكوى متقدمة من السفارة، فكان في اجهزة متطورة سلكية ولاسلكية تقدر تحدد المكان اللي جاي منه التشويش، لكن برضو ما يدروش يحددوا المكان بسهولة لدرجة ان هم دهموا اماكن بالخطأ، وكانت هتحصل مشاكل الا ان كان في مهندس في الجيش سوري كان عايش في المانيا قال لهم ان في جهاز الماني متطور بيقدر يحدد اماكن التشويش بدقة، وبالفعل جابوا الجهاز الالماني وقدروا يحددوا المكان بالظبط. والرواية التانية ودي خاصة ببطلنا رافت الهجان او جاك بيتون، العميل المصري اللي قدر يخضع اسرائيل لمدة 18 سنة وصاحب شركة ماجي تورز السياحية، وهي انه كان في سهرة في اسرائيل فكان موجود قادة من الموساد وإيلي كوهين كان معاهم، وعرفوه على رافت الهجان انه رجل اعمال اسرائيلي عايش في امريكا وبيتبرع بالاموال لصالح اسرائيل، الا انه بعد مدة كان في روما مع فوق من افواج الشركة السياحية بتاعته فشاف صورته في جريدة لبنانية متصور مع قادة عسكريين من سوريا، ومكتوب على الصورة ان اسمه كامل امين ثابت واحد من قيادات حزب البعث. طبعا اول ما شاف الجريدة طلب انه يقابل الضابط محمد نسيم والمشهور بقلب الاسد، وفي المقابلة سأله رافت الهجان هو انا اقدر اشتغل برا اسرائيل؟ قال له ازاي يعني، فحكاله القصة اللي حصلت معاه ووراله الصورة. وهنا الضابط محمد نسيم طلع على رئيس المخابرات المصرية في الوقت ده وكان صلاح نصر، واللي بدوره قابل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وحكاله على الموضوع. وقتها الرئيس جمال عبد الناصر بعت رئيس المخابرات بنفسه لسوريا
علشان يطلعهم على حقيقة كامل أمين سامي. لكن أيا كان إيه هي الرواية الأصدق، فهو في النهاية تم مداهمة شقته وتم القبض عليه، وبتفتيش الشقة ما يدروش يوصلوا لجهاز الإرسال، لكن لاحظوا وجود جهاز تكييف بالشقة، ولما بصوا على جهاز التكييف حسوا بالتوتر على ملامح إيلي كوهين. فبالفعل فتشوا الجهاز واكتشفوا مكان سري بجهاز التكييف، ولما فتحوا المكان وجدوا به جهاز الإرسال، وبالتحقيق معاه فضل مصر على إنه سوري ومسلم، لكن مع الضغط عليه اعترف بكل حاجة، وتم محاكمته مع 40 شخصية أخرى كانت متورطة معاه، لكن أفرجوا عن 33 منهم، وتبقى 7 أشخاص اتحكم عليهم بأحكام ما بين سنين وشهور، وهو اتحكم عليه بالإعدام، وتم إعدامه في 18 مايو سنة 65 على الملأ بساحة المرجة بدمشق وأمام الشعب السوري كله، علشان يبقى عبرة لأي خاين. والغريب أن إسرائيل في يوليو 2018 عملت عملية سرية في سوريا، وقدرت تجيب الساعة المتطورة اللي كان بيصور بيها المواقع العسكرية وسلمتها لزوجته، ولغاية دلوقتي بيحاولوا يجيبوا الرفاض بتاعه، إلا أنهم ما عرفوش سوريا دفنت الجثمان بتاعه فين، لأنهم في إسرائيل بيعتبروه بطل قومي. ودي كانت قصة واحد من أخطر الجواسيس اللي زرعتهم إسرائيل في الدول العربية.